بسم الله الرحمن الرحيم. أول حلقات برنامجنا الجديد الترند هنناقش فيه كل القضايا الرياضية اللي كانت على الساحة خلال الويك اند، خلال الفترة اللي قبل البرنامج، مواضيع اللي احنا هنناقشها وهقول فيها وجهة نظري الشخصية اللي بتمثل كريم سعيد، بس ما بتمثلش المؤسسة اللي أنا شغال فيها أو بتمثل موقع يلا كلها، هي بتمثل وجهة نظري أنا فقط. وإضافة لده طبعا هيبقى فيه جزء تاكتكس وجزء تحليل، هنناقش فيه ماتش أو ماتشين من اللي تلعبوا في الويك إند سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي. أول طبعا ترند كان معانا الترند والأزمة اللي حصلت في ماتش بيرنلي وليفربول ومشكلة محمد صلاح بمانيه، مشكلة احنا متعودين عليها في الوقت الحالي بشكل سنوي. السنة فاتت كانت موجودة في بداية السنة، وقعدنا نقول مشكلة كانت عند ماني، باصل صلاح، وفاكرين طبعا ماتش ليفربول وتوتنهام اللي كان في ملعب ويمبلي قبل ما توتنهام يروح ملعبه الجديد، وساعتها كان في كذا كورة لماني هو بس اللي مش فاكر مرضاش يباصي فيهم لمحمد صلاح. السنة دي طبعا في ماتش بيرنلي شفنا رد الفعل الرهيب من ماني لما محمد صلاح يعني هو من وجهة نظره رفض ان هو يمرر له الكوره رغم ان هو كان فاضي طبعا، وبانت طبعا معظم اللي شافوا المباراه كلنا كنا فاكرين ان ماني بيتخانق مع يورجن كلوب، حتى شفنا يورجن كلوب بيبص له بنظره لحد ما فيها سخريه، وحتى ماني وهو بيشرح لميلنر وبيعمل كده، اول ما ماني عمل كده فهمنا ان هو كان بيتكلم لمحمد صلاح ما بصلوش الكوره رغم ان هو كان في موقف كويس. انا اتفق مع ماني طبعا ان هو معاه حق في اللعبه دي، كان لازم الافضل لمحمد صلاح طبعا ان هو كان يباصي الكوره لماني، ان هو اوريدي الكوره كانت على رجله الشمال كانت سهله جدا التمريره، لكن محمد صلاح فضل ياخد السبعه الشهيره يعني بتاعته ويسدد الكوره. طب مشكله، لكن رد الفعل في وجهه نظر رد فعل ماني كان اوفر جدا، واضح ان ماني مركز على جائزه افضل لاعب في افريقيا، ولسه واضح لما محمد صلاح خد منه الجائزة في السنغال في بلده قدام الجمهور وقدام الشعب السنغالي لحد ما كان هو يعني مش مبسوط قوي، واضح ان هو لسه ما زال مهتم جدا بجائزة افضل لاعب في افريقيا هو بيتارجتها السنة دي، واكيد طبعا المستوى اللي قدمه خلال الموسم اللي فات وحتى في كاس الامم بيأكد ان ماني بقى لحد ما بيلعبش للتيم كله، برضه مركز هو بدأ يوازن، بدأ ما انا بلعب للتيم بنسبة 90% و10% لنفسي، لا انا هبدأ اوازن تبقى 50-50 ان انا متارجت اللقب الهداف في الدوري وحتى مستوايا مع المنتخب انه يؤهلني اخد افضل لاعب. وبالتالي انا بشوف ماني معاه حق طبعا في الفكرة نفسها، لكن التصرف اللي عمله على الدكة تصرف مرفوض، لان ببساطة محمد صلاح لو نفتكر السنة اللي فاتت كان ممكن عنده بدل بقى اللعبتين في الماتش او حتى فرصتين في ماتش واحد كان ممكن عنده مساحة كبيرة ان هو يعمل نفس التصرف، لكن التصرف ده مرفوض تماما من ماني، واكيد ليفربول ممكن يدفع تمن ده زي ما دفع التمن ده السنة اللي فاتت في الدوري، والفريق رغم انه كان متقدم فرق 7 نقط بعد كده السيتي قدر ان هو يرجع وياخد اللقب في الاخر، اكيد محدش يحب عمري ما هفضل اللعب الفردي في الكوره، لكن الماتش ما كانش مستاهل او مش مستحمل رد الفعل الكبير من ماني ان هو خد بيه اللقطه، واضح برضو ان اعتقد هنشوف لسه الماتش الجاي ده مهم جدا، يورجن كلوب قال الموضوع اتحل في غرفه الملابس، عمر الناس ما هتصدق ان الموضوع اتحل غير لما يشوفوا شكل محمد صلاح وماني في الملعب، خصوصا مش عايزين ننسى ان اعتقد الماتش الجاي ليفربول هيبقى نيوكاسل، الماتش اللي وراه هيبقى تشيلسي، مباراه مهمه جدا وهنقف فيها على حاجات كتيره فيما يخص شكل ليفربول وبرده فيما يخص علاقه محمد صلاح وساديو ماني. الترند الثاني معانا النهارده اكيد ترند اعتقد كان اقوى من الترند الاولاني، ولو ما كنتوش شفتوا الترند الاولاني رجعوا الحلقه من الاول وشوفوا الترند وتعقيبي على مشكله محمد صلاح وساديو ماني. الترند التاني معانا النهارده ترند الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي مش اثارت الجدل اللي يعني بهدلت الدنيا على تويتر، وهي المسؤوله
دي وجهة نظري، هي المسؤولة عن اللي حصل على تويتر، مش الجمهور. دكتورة رانيا، من حق أي حد على تويتر طالما إن قبلتي تخشي عالم السوشيال ميديا إن يقول وجهة نظره تجاهك، طالما طبعا ما فيهاش أي إساءة، ويقول وجهة نظره بالنقد، سواء النقد ده كان نقد إيجابي أو نقد سلبي، هو حر. طالما إن أنت رضيتي وارتضيتي إن أنت تخشي تتكلمي مع الناس، لكن ردك على أحد الجمهور أيا إن كان انتمائه، أهلاوي أو زملكاوي أو اسماعيلاوي أو اتحاداوي، أيا كان الانتماء بتاعه، لا، الرد بتاعك كان سيء جدا، سيء جدا 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 جدا، إنك تقولي وتخشي تقولي حتى الواحد أنت ما أنتوا خدتوا الدوري، لو مثلا هو كان مشجع أهلاوي وأنت بتقولي له ما أنت خدت الدوري، النادي الأهلي واخد يعني فوق الدوري اللي اتحقق ده، واخد يعني عشرات الدوريات، مش أول مرة النادي الأهلي ياخد دوري. فإذا كان هو النهاردة الراجل بينتقد لأمر ما، فردك عليه بالشكل ده كان رد أنا شايفه في وجهة نظر رد مسيء، ولا يمت خالص للي احنا متعودين عليه من إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما إدارة هادية، إدارة ما بتردش غير لما تكون الأمور تستحق الرد، إنما حضرتك دخلتي نفسك مع كل واحد بيرد لمجرد أنا إحساسي الشخص، لمجرد أنك عايز تثبتي وجهة نظرك، لمجرد أنت عايز تثبتي وجهة نظرك في لحظة ضعف. وأعتقد أنت ذكائك خانك جدا 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 في أنك قبلتي النقاش والجدال على السوشيال ميديا، لأن طبيعي أن السوشيال ميديا هتلاقي فيها كافة الأنواع، وحتى ردودك فيما يخص أن اختيار المدير الفني مش من مسؤوليتك، وده من مسؤولية التخطيط أو الكابتن محمود الخطيب، اتفهم تماما منها ان في مشكلة، اتفهم ان في مشكلة ما بين حضرتك وما بين المسؤولين عن الكورة في المجلس، وكأنهم مقطوعين. ده اللي اتفهم، وده طبيعي جدا، اي حد هيخش يشوف الخناقة هيفهم ان حضرتك تقصدي ان المهتمين بالكورة او الكويرة اللي في المجلس واخدين جنب، وملهمش في الكورة سايب لهم الموضوع. لا طبعا، طالما ان حضرتك عضو مجلس اداره وبيتاخد قرار في مجلس الاداره، فحتى لو انت ما قلتيش رايك فيه فانت موافقه عليه، طالما صدر من مجلس اداره، انت المفروض انت عضو من المجموعه، انت مش عضو لوحدك، وبالتالي من حق الناس انها تلومك على اللي حصل. وبالتالي لما انت بقى جيتي في الاخر خالص طلعتي البيان، بيان انا هسميه بيان الاعتذار الضمني، كان الشكل سيء جدا، وبدأ يبقى الشكل يعني اللي هو البيانات عشان تهدي الدنيا بعد ما الهجوم زاد عليك. لأ، انت غلطتي، وغلطتي بشكل فج جدا، بشكل كبير جدا. اتمنى فعلا ان السوشيال ميديا حضرتك تفهمي ان طالما قبلتي انك تخشيها فتمشي باسلوبها، مش هتمشي باسلوبك، زي ما الناس، في ناس كتير نفسهم يبقوا مكانك، في لا يقل عن مليون بني ادم اهلاوي نفسهم يقعدوا على الكرسي بتاعك ويبقوا أعضاء مجلس إدارة في النادي الأهلي، لكن كل كرسي له الفريم بتاعه اللي بيحكمه، كل كرسي له فريم بيتحدد من خلاله الأسلوب اللي الشخص مفروض يتكلم بيه. حضرتك حاولتي تجمع ما بين الاثنين، لما تبقى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يبقى عندك فريم تمشي من خلاله، لازم غصبا عنك تقبلي وجهات النظر بتاعت كل اللي بيشوفوكي وكل اللي بيتفرجوا عليكي وكل الجماهير ايا كان انتماءاتهم، لان دي طبيعه المجال الرياضي. السليبرتي فيه او المسؤول هو واخد الحاجه الحلوه بتاعت المسؤوليه وبتاعت الشهره، وفي نفس الوقت اليوزر او المستخدم او المتلقي او المشاهد او المستمع او اللي بيتفرج عليكي هو مش مشهور زيك، ولكن هو عنده المساحه انه يبدي وجهة نظره سواء بالإيجاب او بالسلب، وما عندوش اي قواعد او اي حاجات تضبطه، ما عدا حاجة واحدة طبعا اللي احنا بنأكد عليها، هو الضابط الاخلاقي، ان لازم وانا بتكلم بقول وجهة نظري لازم ابقى مؤدب. فبالتالي اتمنى دكتورة رانيا انت تخلي بالك ان انت عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، وعمر ما عضو مجلس ادارة النادي الاهلي بيخش في تراشق لفظي مع الجماهير. اخر فقره معانا النهارده في الترند، فقره التحليل والتاكتكس. النهارده احنا معانا ماتش نادي الزمالك ونادي الاتحاد في سيمي فاينل كاس مصر، طبعا بدون شك
ألف ألف مبروك لنادي الزمالك التأهل للفاينل، لكن لأكثر من كده من مبارك نادي الزمالك، عن مش عن النتيجة بس، على الأداء. على الأداء لنادي الزمالك كان متسيد ال 120 دقيقة بشكل كامل، وأداء أكثر من رائع هجوميا ودفاعيا. ليه؟ بسبب اللي عمله ميتشو في الفريق. حاجتين أهم، هم حاجتين أنا عايزة أتكلم عليهم. الأولى في ما يخص الشق الدفاعي، وانه ازاي كان على طول في دبل بريس. الدبل بريس بتاع نادي الزمالك امبارح كان اكثر 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 من ممتاز. اللعيبه كانت وحده واحده، اول ما الكوره كانت بتبقى مع لعيب من نادي الاتحاد على طول كنا بنلاقي اتنين من لعيبه نادي الزمالك بيضغطوا عليه، ووراهم واحد بيحلق بيكونتين. هنا مهم جدا، لازم نفرق بين الحاجتين دول يا جماعه، بين اللعيب اللي بيبرس اللي بيضغط واللعيب اللي بيحلق. اللي بيحلق لازم دايما يحلق ورا لعيب بيضغط، وعشان كده اللعيب لما بيجي يحلق على المنافس ده اسلوب غلط في الدفاع. ليه؟ لازم يكون في دايما ضغط 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 عشان تعلي من سرعه استعاده الكره. احنا نادي الزمالك كان مميز ليه؟ ليه دايما احنا شايفين نادي الزمالك هو اللي بيهاجم الكره دايما معاه؟ عشان الحته دي. اول ما نادي الاتحاد مع الكوره في اتنين لعيبه بيضغطوا عليه وفي واحد جاي وراهم، ودي امبارح كان طبعا لازم نشيد بالدور الدفاعي اللي عمله طارق حامد وفرجاني ساسي. ناس تقولي فرجاني ساسي بيدافع، امبارح فرجاني ساسي كان عنده دور مميز جدا 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 جدا، بخلاف دوره في الدبل بريس في نص الملعب. من الدور ده على اللعيبه كلها. طب فرجاني كان عنده ايه؟ فرجاني كان عنده دور مهم جدا جدا جدا، انه يغطي ورا حمدي النقاز لما كان بيبقى عنده مشكلة في الارتداد. حمدي النقاز امبارح رقم 2 لما كان بيطير لقدام، حمدي عنده مشكلة في الارتداد. حمدي بيقدر يعني يطير بسرعة كويسة جدا، لكن عنده بطء في الارتداد. طيب ميتشو عالج الحتة دي ازاي؟ انه كان دايما بيرمي عليه فرجاني ساسي انه يغطي المساحة دي. دايما شفنا فرجاني ساسي كان بيعمل ده بشكل جيد جدا، وبالتالي نادي الزمالك كان عنده سرعة في استعادة الكرة من نادي الاتحاد بسبب الدبل بريس اللي كان بيتعمل في نص الملعب. طيب النقطة الإيجابية التانية اللي عايز أتكلم عليها فيما يخص الشكل الهجومي نادي الزمالك، نادي الزمالك كان بيستخدم الأطراف بشكل مميز جدا 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 جدا، سواء عن طريق الجبهة اليمنى بطيران حمدي النقاز ودخول نجم لقلب الملعب، ووجود حمدي النقاز في المنطقة دي كان دايما الحته دي حمدي النقاز واخدها بشكل مميز جدا جدا جدا، وبيقدر يعمل لها حاجتين، الكروسات او بيقدر ان هو يخترق ليه للداخل ويبقى عنده مساحه للتسديد. نفس الامر كان لعبد الله جمعه من الناحيه اليسرى، وعشان كده شفنا تنوع. نادي الزمالك امبارح كان عنده اختراقات من عمق الملعب، كان عنده اختراقات من اطراف، كان عنده كرات عرضيه. كل اللي كان بيتفرج على ماتش امبارح كان مستني جون الزمالك جاي جاي. نادي الاتحاد كابتن عطية يوسف طبعا قدموا جهد، خصوصا طبعا بسبب بدايه الموسم وعدم اكتمال اللياقه البدنيه، لكن كان بيلعبوا على الهجمه المرتده، واللي طبعا لازم في الكره دي الهجمه الوحيده اللي جت نادي الاتحاد لما خالد قمر رقص محمد عواد، لكن اشيد طبعا بدور محمود علاء لما خرج الكره من على خط المرمى بالظبط، هي دي الهجمه الوحيده لنادي الاتحاد. لكن كاجمالي نادي الزمالك قدم مستوى كويس جدا سواء على الشق الدفاعي او الشق الهجومي. بسبب ايه؟ بسبب ان ميتشو عنده فكره في دماغه بيحاول يطبقها في ارض الملعب، ده اللي شفناه امبارح. عشان كده امبارح كنا شايفين نادي الزمالك متسيد المباراه، وما بالكم ان احنا بنتكلم على نادي الزمالك في هذا الشكل في مباراه لسه في بدايه الموسم، وهي مباراه ثانيه لميتشو مع الفريق. فما بالك لما الفريق ده ياخد على بعضه، يبقى درجه الانسجام كمان تعلى ما بين اللعيبه خلال الماتشات اللي جايه. اعتقد ان احنا هنشوف مستوى مميز ومثير من نادي الزمالك خلال الموسم ده، وإجادة من ميتشو في مباراة نادي الاتحاد امبارح، وأكيد هنستنى بقى نشوف أداؤه في الفاينل عشان نشوف تعامله مع مباريات الحسم ومباريات الفاينل.